مدريد ينضم لنا الصحفي او الكاتب الصحفي حسين الناجي. استاذ حسين مساء الخير. اخر ما تم التصريح به بعد اعلان هذه النسبة من التصويت الكبيرة، بعد الاعلان عن الانفصال من قبل اقليم كاتالونيا، يعني ما اخر ما تم التصريح به؟ ما اخر التطورات في هذا الملف؟ اخر التطورات هي حكومة كاتالونيا اعلنت انها سوف ترسل نتائج الاستفتاء الى البرلمان كاتالونيا حتى يعطي رأيه بالانفصال أو عدمه. كما نعلم أن كل الأقاليم في إسبانيا لديها برلمان ولديها حكومة، والبرلمان هو المشرع الذي يختار، الذي يشرع للحكومة ما تفعله. أما من جهة إسبانيا فالحكومة الإسبانية، حكومة السيد ماريانو راخوي، لا تحترف إطلاقا بهذا الاستفتاء، تقول أنه استفتاء غير شرعي، لم يبنى على شرعية، والسبب أن المحكمة الدستورية الإسبانية رفضت هذا الاستفتاء واعتبرته غير جائز قانونا. يعني هل هذا يعني أننا يمكن أن نشهد إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة الإسبانية ضد ما تم الإعلان عنه، أو إجراءات ضد كاتالونيا؟ هذا الكلام سابق لأوانه، وأعتقد أن هناك ستبدا مفاوضات بين الطرفين. نحن لسنا في عالم اخر، نحن في اوروبا. اوروبا طريقه تعاملهم مع هكذا امور سيتم تفاوض، ثم الحوار ثم الحوار. طيب يعني الحوار ثم الحوار ثم الحوار، اذا نتج عنه شيء ماذا سيخرج به هذا الحوار؟ واذا لم ينتج ماذا يعني ذلك؟ هل يمكن ان نشهد انفصال؟ يعني في كلتا الحالتين، بحسب انا اسالك، بحسب ما يتم ربما تداوله من معلومات، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الانفصال على الطرفين في مختلف القطاعات؟ حقيقة الانفصال، أعتقد انفصال كاتالونيا عن إسبانيا هو صعب جدا، والسبب التوازنات الإقليمية، حيث أن الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف من النزعة الانفصالية لكثير من الدول التي لديها مشاكل مع أقاليم أو مع جهات معينة تحاول الانفصال. من ناحية إسبانيا سوف تتأثر بشكل كبير من ناحية الناحية الاقتصادية، فهنالك 20% من 26% من صادرات إسبانيا هي عن طريق كاتالونيا. هنالك مجموعات تجارية، مجموعات صناعية كبيرة، يقدر إنتاجها السنوي ب 200 مليار يورو. إسبانيا سوف تخسر جزء كبير من أرضها، من أضافة لذلك كاتالونيا لو أعلنت الانفصال سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي، وتخرج من منظمات الاتحاد الأوروبي، عند ذلك يكون من الصعب على كاتالونيا أن تحيا في هذا الجو. طيب الأجواء، جو الشارع في برشلونة، يعني هل بدأت الأمور تهدأ قليلا، أم كيف تبدو الأجواء بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الإسبانية؟ الأجواء تصعيدية جدا، بحيث الكاتالان يقولون خلاص نحن صوتنا وسوف نعلن الاستقلال بأقرب وقت. أجواء مشحونة، كانت تظاهرات اليوم. كانت تظاهرات اليوم، تظاهرات في ساحة كاتالونيا، تظاهرات تطالب الحكومة والبرلمان بإعلان الاستقلال. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الكاتب الصحفي حسين الناجي، كنت معنا عبر الهاتف من مدريد، شكرا جزيلا لك.